دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو انا ممكن اكويري بقى الداتا اللي جوه ديت ولا مش هقدر؟ طبعا، ما هي معموله ليه؟ احنا هنبدا نشتغل عليها شغل كتير، لكن احنا بس بنشوف لسه الشكل الاول طبعا. لكن انت ممكن تكستراكت الداتا بتاعتك من الجيسون وتبدا تشتغل على الداتا الداخليه زي السالري وزي الجندر وزي مش عارف ايه، وتشتغل عليه موجب وتعمل عمليات عاديه جدا زي ما احنا متعودين تعمل عمليات احصائيه او غيره، مفيش اي مشكله. تمام كده؟ طيب تمام. احنا دلوقتي ممكن نبدا نشتغل مثلا ان في افكار مهمه جدا ممكن يحلها لنا الجيسون، كانت بالنسبه لنا فيها لف ودوران كتير كداتابيزز عاديه. تمام؟ الناس اللي كانت طبعا الناس اللي كانت في اول المحاضرات بتقول لي لا احنا عايزين نو سيكوال داتابيز، ده يعتبر ده نو سيكوال داتابيز. تمام؟ من اول الجيسون احنا شايفين نو سيكوال داتابيز على الماي سيكوال برضه، مش اي مشكله خالص. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل فكره بسيطه جدا. احنا لو كان عندنا يعني لو كان عندنا من الافكار، لو دخلنا مثلا على نلاقي افكار تكون بسيطه، لو احنا دخلنا على الدايجرامز تكون بس الصوت اللي مشغله، مثلا لو بصينا على تيبل زي ده مثلا واحنا عايزين نعمله، فعليا التيبل ده ليه حاجات كتير جدا لازم نظبطها عشان نعرف نشتغلها، زي الستودنت اي دي، الستودنت نيم، وبعد كده اف نيم، وطالع منه ال نيم، كل ده عشان نقدر ننفذه ما كناش بنعرف ننفذه على الداتابيز، صح؟ العاديه كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد الاف نيم والال نيم من بره، صح ولا لا؟ تمام. كنا بنفكنا من النيم خالص. تمام؟ ده شكل الجندر ماشي، البيرث ديت ماشي، كل الكلام ده حلو. تعالى بقى هنا بص كنا بنعمل ايه بقى هنا في الفون؟ كنا لما نيجي نعمل كنا بنعمل جدول تاني، صح؟ يعني دي كانت تعتبر من زي المالتي فاليو، والمالتي فاليو دي بتشيل اري، صح؟ تمام. كان عندي فيها دايما ان انا بضطر اعمل تيبل جديد واعمل له فورين كي، والفورين كي اربطه بالبرايمري كي واحط معاهم الفون في التيبل الجديد عشان اقدر اجوين، وبعد كده عشان اطلع اي داتا بجوين، عشان اطلع اي داتا ايه انا بضطر ان انا ايه بضطر ان انا اعمل جوين. طيب جوين بين جدولين، بين تو تيبلز عشان اقدر اجيب الداتا، يعني الجمله بتبقى شويه برضو كومبليكيتد. المهم لو انا عايز اعمل ده في الجيسون يا ترى هيبقى شكله عامل ازاي؟ insert into detail name، تعال ناخد واحد كمان محمد حسن، ماشي انا بس عايزين اللي مش محتاج المايك ما نسويش يقفله ماشي كويس جدا. والجندر ام، وعايز اضيف له كمان مين التليفونات عشان اضيف له مجموعه من التليفونات، خلاص يعني كذا كذا فاليو عندنا، فبقول له كوما واقول انا عايز اسجل الفون. تمام؟ وبعد الفون بعمل كولون، تمام عادي جدا. وبعدين ببدا اعمل ايه بقى؟ عايز ابعت القيم، بعمل بفتح قوسين مربعين كده، القوسين اللي هم البراكتس العاديين دول، واقوم جاي بقى قايل له بص هو عنده 011 مثلا كوبا، وعنده كمان مثلا، واقدر اقول كمان وكمان وكمان زي ما انا عايز بقى زي ما انا عايز. تمام؟ ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل طبعا ممكن طبعا انسق الجمله زي ما انا عايز، يعني مش لازم ابقى مرتبط قوي بالشكل اللي هيبقى صعب عليا، انا ممكن انسقها بحيث يبقى شكلها مقروء كده مثلا، بحيث لما انت تبص عليها تقدر تفهم اللي حصل ايه ببساطه. ها شايف اللي حصل؟ الموضوع طلع غريب جدا، انا بس مجرد الفون قمت فاتح
اقواس دي اقواس الاري دي اقواس الاري بتاعتي تمام وجيت من جوه الاري قمت قايل القيمه كذا تمام والقيمه كذا والقيمه كذا وبالتالي انا ضفت مجموعه من الايه من التليفونات او ارقام التليفونات داخل الايه داخل نفس الريكورد مباشره نفس الريكورد وتخيل فلو جيت اخش بس على سكول وجيت هنا وتعمل كده وادي الجمله الانسيرت بتاعتي قلت له جوم قال لي الجمله اتضافت طب توريني كده على جدول الامب قلت له ادي جدول الامب اهو قال لي ادي الجمله بتاعتك اللي متضافه اهي النيم والسالري والجندر والفون والفون عباره عن نستد ايه او عباره عن اري اللي هي بالنسبه لنا كانت عباره عن مالتي فاليوز تمام كانت عباره بالنسبه لنا عن مالتي ايه عن مالتي فاليوز فحلت لنا مشكله كانت بالنسبه لنا كانت طويله دلوقتي يا باشا هو الريكورد بتاعك شايل كل الليله تمام الريكورد بتاعك هو شايل كل التفاصيل دي كل التفاصيل بدون يعني اي مشاكل يعني. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل حاجه اسمها الاري نعمل حاجه اسمها الايه الاري بالشكل ده احنا لو شفنا فكره يعني لو بدانا نتعمق بقى في موضوع الجيسون ده احنا محتاجين نفهم الفايل بتاع الجيسون لان فيه افكار كتير وحاجات كتير مش بس انا عرضته ده اللي عرضته ده هو الحاجه البسيطه يعني. تمام دي الحاجه البسيطه مش الحاجه القويه ولا حاجه ولا الحاجات الصعبه لا ده لسه فيها تفاصيل ولسه فيها شغل اكتر من كده طيب تعالوا مثلا نقول ان احنا بعد ما عملنا الشكل البسيط ده الى ان احنا نبدا نشتغل مثلا حاجات تانية طبعا انا عايز اقول ان يعني ارجع كده كان في هنا كل فتحنا اللي هو بس ايوه مثلا ده شايفين ده كده التفصيله دي احنا ممكن نمثلها في الجيسون ببساطه جدا وبوضوح يعني بدون اي لخبطه خالص يعني ان انا اقدر اقوم قايل طبعا والله عايز انسيرت مش عارفين ماشي خدوا بالكم من اللي هيحصل دلوقتي انا عايز اعمل النيم اعمل نيم اف نيم وال ايه اف نيم وال نيم ماشي فباجي بقول النيم بيساوي خلاص عايز اقلبه لاف نيم وال نيم ناخد واحد كمان كده معانا احمد عبد المنعم ماشي بقوم جاي على النيم كده بقوم جاي عامل ايه بقوم جاي عامل اوبجكت جاي عامل ايه عامل اوبجكت والاوبجكت دوت هقول له جواه اف نيم وبيساوي احمد كوما قوم جاي قايل ال نيم خلاص بيساوي عبد المنعم مثلا ايه اللي حصل جديد هنا في الجمله؟ لا حصل كتير تمام ده يعتبر بالمفهوم بتاعنا اسمه نستد اوبجكت صح ولا ايه؟ ده اوبجكت جديد في الاف نيم والال نيم الاثنين اتحطوا جوه حاجه اسمها ايه؟ جوه اتريبيوت اسمه نيم اتريبيوت اللي اسمه نيم ده اصلا من اصل الاتريبيوتس الاصليه يعني عندنا اتريبيوت اصلي اسمه النيم عند السالري عند الجندر عند الفون النيم ما بنقولش عليه اتريبيوت بنقول عليه اوبجكت بنقول عليه ايه؟ اوبجكت لانه مكون لسه من كده كده معناه دكتور هل ممكن اروح جاي واخد الاف نيم كلها مع بعضها يعني اقول اف نيم احمد كوما وبعدين اروح فاتح الثانيه اقول برضه اف نيم لا كوما وبعدين على طول الاسم الثاني وبعدين اخد الاسم الثاني اللي هو بتاع مين؟ ما تنساش ان دي جمله انسيرت والانسيرت بتنسيرت وان ريكورد تمام واحد انت في واحد طب سؤال نعم طب ايه الفرق دوت لو انا مثلا عملت هنا انا عملت بارس للداتا بنفسي وحطيت احمد كوما عبد المنعم وانا في الابلكيشن بتاعي هبارس الداتا انا عارف ان الكوما اللي قبل الكوما هو الفيرست وبعد الكوما عبد المنعم الفرق هو ان ده حاجه ستاندرد بس هوصل لنفس الهدف
ما فهمتكش والله، كنت ماشي الاول فاهم، كان اتكلم على حاجه تانية وبعد كده سؤالك اختلف معايا عن اللي انا كنت يعني متخيله من لو انا عملت هنا النيم وحطيت احمد كوما عبد المنعم من غير اف نيم ومن غير ال نيم، من غير جيسون اصلا، من غير فرق كده ان انا جيسون مش هبقى ستاندرد. يا ولد يا ولد، دي واحده مش قصدك من غير جيسون، من غير اوبجكت سورس، يعني زي مثلا عملت كده محمد حسن تعالى كده مثلا. ايوه طب ايه المشكله؟ وانا في الابلكيشن بتاعي هقول اللي قبل الكوما هو الفيرست واللي بعد الكوما هو اللاست، براحتك هوصل لنفس الهدف بس مش همشي ستاندرد. يعني مش حكايه تمشي، هتمشي ستاندرد مش همشي ستاندرد، انت خسرت كتير، انت مجرد ان انت كل اللي عملته ان انت يعني بتلزق البيانات على حاجه في دماغك انت مش في دماغ اي حد تاني، فاهمني؟ دي بالنسبه أيوة. لو انا مبرمج معاك هقول لك احنا نهرج، انا لو مبرمج معاك ليه؟ لان هعرفها منين انا اللي تقعد تقولها لي؟ طب افترضنا في تيم تاني جه ورانا يا ابني، وافترضنا أيوة. اقول لك لا شغل كده غريب، لكن انا لما اقول النيم احنا كنا عاملين الرسم بتاعته اف نيم وال نيم، خلاص يا اخي خلينا اف نيم وال نيم، ايه المشكله يعني؟ الموضوع اهو، بس خد بالك بقى انت الاستراكشر بتاعك في الابلكيشن مفترض مثلا، وانت طبعا مش مفترض طبعا تعمل كده زي انا بعمل دلوقتي، انا بتدرج معاكم في الفكره، بتدرج معاكم في الفكره، مش مفترض يبقى فيه دوكيمنت كده ودوكيمنت زايد ودوكيمنت تفصيلي ودوكيمنت، لا يعني مش مفترض تعمل كده، لاما هتلاقي نفسك عندك مشكله كبيره جدا في انك تبص في يعني في الابلكيشن بتاعك يبقى فاهم اللي جاي له ايه، فاهمني؟ هيبقى صعب، اللي هيبرمج وراك هيموت، فانت لازم طبعا يبقى فيه ستاندرد. يعني مثلا انت خلاص اخدت كل الداتا بتاعتك المرسومه مثلا اللي كانت مرسومه كده، خدتها كلها ونسقتها بالشكل اللي انا بقول لك عليه، فاهمني؟ نسقتها بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه، خلاص فهمتني؟ خلاص يبقى انت كده صح، ما عندكش مشكله، يبقى هو ده الشكل بتاعنا، والابلكيشن الراجل فاهم ان الجسم دايما بيجي له بالشكل كذا، وهو بيتعامل معاه على ايه؟ على نفس الشكل اللي انت بتسلمه له، تمام؟ شكرا لك. تمام أيوة شكرا كويس. حد ليه أسئلة تانية؟ ماشي ده شكل آخر تمام، قلنا عليه ده اسمه لوبي، تعال نجربه ده عشان ما جربتوش أحسن أي حاجة. قال لي تمام خلاص، لما دخلنا على الام قال لي ادي الراجل ده اهو وادي النيم، ودخلنا منه اف نيم احمد وال نيم عبد المنعم والكلام الجميل ده تمام. طيب طبعا لو دخلت في التفصيل هتلاقي ان كل الحاجات دي بيبقى لها اصول، او اغلب الحاجات دي بيبقى لها اصول عندنا في الجيسون يعني تمام. فانت كده بالمصدر اللي انت عملته ده قدرت تتعرف كل البيانات اللي عندك، السنت اي دي ده من بره، والان نيم عملت منه اوبجكت، والجندر عادي، والبيست عادي، والفون عادي، والايدج طبعا دي كالكوليتد ما فيهاش مشكله خالص، ما بنعملهاش، احنا بنعملها دي كويري عادي تمام. والشكل ده كده احنا قدرنا نمثل تفاصيل كتير كانت موجوده، تفاصيل كتير كانت موجوده، ما كناش بنعرف ان ايه، كناش بنعرف نعملها الا كل موضوع كان ليه موضوع طويل شويه، ممكن تيبلز مختلفه وكلام زي كده. طيب